هاتفينا الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة في جامعة الدول العربية. بعد التحية دكتور محمود، إذن كيف تنظرون لهذه الدورة من قمة المناخ التي تستضيفها مصر، وهل تفي الدول الكبرى بتعهداتها لحماية الأرض من أثار التغيرات المناخية، ومصر ترفع هذه الدورة شعار دورة التنفيذ؟ نعم، مساء الخير. أولا الحقيقة فعلا هذه الدورة مصر ابتدت أن يعني تستخدم شعار أن هي دورة التنفيذ للأسباب اللي ذكرتوها في الخبر، أنه فعلا هناك تعهدات عديدة تعهدت بها الدول المتقدمة يعني ولم تفي بوعودها. التحدي الآن أمام هذه الدورة هو أنه نحن في وقت الدول المتقدمة بتعاني منه، فيه بأزمات شديدة، أزمات اقتصادية شديدة، ويعني يعني تراجع في معدلات النمو، وبالتالي فإنه هناك شكوك في يعني قيام الدول المتقدمة بالأداء بوعودها، خاصة بعد الخروج من أزمة نتيجة جائحة كورونا وتلاتها أزمة أشد نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي لازال هناك شكوك طبعا. ولكن دكتور، فكرة إدراك بند الخسائر والأضرار في هذه القمة منذ الافتتاح، إلى ماذا يؤشر؟ يعني الحقيقة أنه إدراك هذا الموضوع يعتبر شيء إيجابي بالنسبة لمصر وبالنسبة للتوقعات تجاه نتائج الدورة، لأنه بند الخسائر والأضرار هو من البنود اللي كانت مهملة في الدورات السابقة نتيجة أنه يعني تنصل الدول المتقدمة من وعودها، ومجرد إدراك هذا البند معناه أنه يفتح باب لمناقشة التزامات الدول تجاه العالم النامي من ناحية، ومن ناحية أخرى إلى أنه الاحتياجات الدول النامية من مشروعات التكيف ينظر إليها بقدر من الجدية بشكل أكبر. نعم، إذن دكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة في جامعة الدول العربية، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.